ومن درجات الحراره نروح للمرور، وبنبتدي الاسبوع ونطمن مع زميلي العزيز مينا مكرم على احوال الشوارع. يا مينا صباح الخير عليك، لو تقول لنا انت موجود فين واخبار المرور عندك ايه؟ صباح الخير يا هدير، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولتنا المروريه اليوميه اللي بنبداها في بدايه الاسبوع النهارده زي ما انتي قلتي، واحنا متواجدين دلوقتي في منطقه كورنيش النيل وتحديدا امام مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون، واللي بيشهد الحقيقه المنطقه ديت نوع من الكثافه المروريه نقدر نقول من متوسطه لعاليه. خليني استعرض ده معاكي بشكل مباشر من خلال حركة الكاميرا اللي هتبدأ تظهر لينا الحالة المرورية اللي احنا متواجدين فيها حاليا عند مطلع كوبري أكتوبر. الحقيقة المنطقة دي بتشهد كثافة عالية رغم ان احنا لسه طبعا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكمان واحنا جايين من كوبري 15 مايو قبل ما ننزل نزلة الكورنيش لاحظنا وجود كثافة في منطقة الزمالك فوق كوبري 15 مايو، لكن بعد المرور من منطقة الزمالك لاحظنا عودة السيولة المرورية مرة أخرى، يمكن كمان نتيجة الأعمال اللي بيتم إنشائها على يمين الطريق واللي يمكن بتظهر في الصورة الخاصة بممشى أهل مصر، كمان ده بيؤدي أحيانا لضيق النهر الطريق واللي بيؤدي أحيانا لوجود الكثافة المرورية اللي احنا ملاحظينها. هنكون بنتابع معاك يا هدير ومع كل مشاهدينا خلال الساعات المقبلة لصباح الخير يا مصر تفاصيل أخرى لجولتنا المرورية المستمرة لصباح الخير يا مصر. عودة ليك يا هدير مرة تانية.